حلقة جديدة من سياحة بسيارتها. عم ننطلق من الباركينج تبع الفندق تبعنا ومعنا السيارة اللي هي كاديلاك سيتي 5V، وبحب دائما تكون بداية هيك دبل كليك. البداية لحلقتنا رح تكون ننطلق من لاس فيغاس. كل سنة على فكرة بسبب ننطلق من لاس فيغاس. صوت رائع. باخدكم برحلة على روت 66. هالمرة حناخدكم برحلة مخيفة مرعبة. ليش؟ لأنه حنروح على مدن أشباح، حنروح على أماكن ما حدا بيتصورها، على أماكن وجد فيها سفاحين. حلقة مرعبة من سياحة وسيارات من قلب الصحراء الأمريكية بنيفادا من لاس فيغاس بننطلق. إنما بالأول اشترك هلا بقناتنا على اليوتيوب، فعل الجرس، ويلا بينا خلي الرعب يبلش. متجهين نحو أول مدينة أشباح. والله مرعب الوضع يا جماعة. هاي بشكل عن جد مدينة أشباح. أقوى السفاحين بأمريكا. موتى وزومبيز وأشباح للحلقة. طبعا شفته اول ما دخلنا السياره الجرافيكس الرائعه اللي طلعت على الشاشه. انما هلا صار وقت ننطلق برحلتنا نحو المجهول، هيك بدي اقول. سريعا بس التجهيزات الاساسيه للروت تريب: شرب، يكون معك اكل، كميه المي لازم تكون كتير كبيره. شخصيا انا بفضل دائما اشتغل بالواير، مع انه السياره فيها وايرلس تشارجينج وفيها اندرويد اوتو ابل كارتلي وكل الامور اللي انتو بدكن اياها. في شغله حلوه بالكاديلاك عم زنبيني معنا هلا برغم العتمه، انه انت فيك تحط الكيبل بطريقه كتير مرتبه قد ما كان طويل، دخله لجوه وتحط الموبايل تبعك هون. هيدي صارت الامور مرتبه. شغل السياره من حد الديستنيشن تبعنا وننطلق. حوالي تقريبا الرحله حتستغرق، على فكره ما في داعي اطلع ورا، في شوف هون بوضوح كامل الشاشه، وعندي حتى هون كمان المرايه اللي بتصير كاميرا، او الاحرى المرايه اللي بتصير شاشه. فصرنا جاهزين للانطلاق. رح ننطلق من لاس فيغاس حوالي تقريبا 10 ساعات سواقه، نختبر فيهم مع بعض الرعب الكامل. يلا وصلنا على الاكزت. وخلي الرعب يبلش. شوي تسلي قبل الرعب. لا انطلقنا برحلتنا 45 دقيقة حوالي 72 كيلومتر من الفندق تبعنا بلاس فيغاس، متجهين نحو أول مدينة أشباح. يعني الحلقة خطيرة. فأول مدينة أشباح هي اللوكيشن اللي متوجهين عليه هلا. عنا حوالي 45 دقيقة سواقة رح نتمتع فيهم. أول شغلة بموسيقى رائعة جدا مع نظام البوز اللي موجود داخل الكاديلاك 35V، وتاني شغلة حنتمتع فيها كمان ديناميكية القيادة مع الماجنتيك رايت. خبركم تفصيل عن السيارة بس هيك لنستفيد من الوقت نحن عم نسوق. وتالت شغلة حنتمتع فيها هي محرك 3.0 V6 توين توربو على السيتي 5V والصوت الرائع عليه. ما رح نحكي عن السيارة، تصوركم بعض المناظر الرائعة على الطرقات، وبعدين مدينة الأشباح. على فكرة رح يكون في حلقة تفصيلية عن الكاديلاك سيتي 5V وقيادتنا لها بالمدن والولايات، لأنه أكثر من ولاية قدنا فيها هاي السيارة، على قناتنا على اليوتيوب. اللي بيهمه التفاصيل موجودة بالفيديو، شرح كامل تفصيل.
طيب غير المناظر الرائعة والطرقات المرعبة اللي على فكرة اختبرنا عليها تسارع السيارة من 0 ل 100 وصار تقريبا حوالي 120 مايل كسرعة، 120 مايل يعني 200 كيلومتر بالساعة، بس تشوف الأرقام اللي عم نحكي فيها داخل سيتي فايف، إنما أجواءنا سياحة وسيارات، حكينا سيارات صار وقت نحكي سياحة، طرقات رائعة جدا 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 عم تسوق عليها، عن جد أعصابك بتروق بكل معنى الكلمة، أعصابك بتروق، عندك 15 سبيكر بوز تحط موسيقتك وتمتع بالطريق. بلشنا نوصل على أول ديستنيشن لقلنا اللي هي نيلسون ألدورادو كوستا، فبس نوصل بدنا حوالي 3 دقايق بعد نوصل نخبركم المعلومات. على فكرة أنت عم توصل على هدول الجوست تاونز بصير قلبك يدق، تذكر أفلام مثل The Hills Has Eyes وغيرها والأفلام الرعب الرعب بكل تكساس شين سو ماسكر، يعني عم بحكي عن أفلام إذا قلبك مش قوي ما تحضرها. وصلنا مدينة مهجورة بكل معنى الكلمة، أو بالأحرى قرية مهجورة بكل معنى الكلمة. والله مرعب الوضع يا جماعة، مرعب الوضع. وصلنا والموضوع مرعب، تنزل شوف شو القصة. طيب يا جماعة وصلنا على نيلسون جوست تاون، مدينة أشباح بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة. أخذكم بجولة بالداخل بس سريعا شو الخبرية، معظم القرى والمدن اللي موجودة بين نيفادا وأريزونا عندها هذه الطبيعة، كان فيها مناجم والناس كانت بتعيش على موضوع المناجم الذهب ومناجم الفضة وغيره من أنواع المناجم والألماز وغيره. أول ما يعود في مجال أنك تستعمل هالمناجم كانوا السكان يفلوا من هاي القرى ويروحوا على أماكن تانية طبعا لاحقين موضوع العيش طبعا. هذه هيك نظرة سريعة، أكثر من 30 ل 40 فيلم تصور، وان حتى في فيديو جيم كمان تصورت بنيلسون جوست تاون، قبل كان اسمها نيلسون جولد تاون. رح ناخذكم بجولة سريعة، أهم شغلة قالوا لنا أنه انتبهوا، هاي النصيحة للي جاي عم يعمل رود تريب بطريق بشوف هالجوست تاونز، انتبه على شغلة أساسية خاصة إذا أنت جاي بالصيف، في راتل سنيكس يعني في أفاعي يا جماعة، والقصة مش مسحة هون أبدا لأنه الطبيعة صخرية، إنما إحنا موجودين بفصل الشتاء يعني الموضوع مش هالقد خطير، بس بدك تضلك منتبه وين عم تمشي وشو عم بتصور، وفي أماكن خطرة كتير وفي بيوت قديمة وفي بيوت مكسرة، فالوضع خطير. جولة داخل المدينة ومنكمل مشوار. طيب يا جماعة انتقلنا من مكان لمكان آخر كليا، من أول مدينة أشباح هلا واصلين على الثاني اسمها جود سبرينكس، يعني الطريق طالعة نازلة بس حلوة حلوة حلوة، في متعة قيادة خاصة إنه عندك ماجنتيك رايد وعندك نظام الراحة اللي موجود بنظام التعليق على الكادلاك 65V. عم نتمتع بالطريق، وصلنا على نقطتنا التالية مدينة أشباح جديدة. هيدي شكلها عن جد مدينة أشباح. ما في حدا مبين وده حالي على الطريق، هيدا بايونير سالون، في بشر. في بشر مو ما يكونوا زومبيز. طيب يا جماعة وصلنا على شيء اسمه جود سبرينكس. جود سبرينكس هي مفروض تكون مدينة أشباح، إنما شوي بعيدة عن موضوع مدينة الأشباح، بس فكرة إنه فيك توقف هون تاخد بريك فيها، وعلى فكرة
تاخد بريك وتريح شوي من عناء الطريق. اللي عم تشوفوه وراي اسمه بايونير سالون. بايونير سالون يا جماعة له قصة غير القصة التاريخية تبعه. مذكرين كاليكو اللي وصلنا احنا وطالعين من لوس انجلوس وما لحقناها لانه كانت غط الشمس وكل اللي صار معنا وما قدرنا فجأة يكون اياها. المهم مؤسس البايونير سالون اللي وراي هو من كاليكو بالاساس، يعني من جوست تاون مدينة اشباح، وانتقل من هونيك 1904 وصل لهون واسس هالمكان اللي وراي انا. ومع الوقت طبعا صار في فندق وصار في كمان يعني صار في نوع من المدينة الصغيرة اللي موجودة هون كمان مبنية على موضوع المايننج او التنجيم والمناجم، مش التنجيم المناجم، تعدين يعني تحديدا. فكرة وما فيها القصة تبع هالمكان انه هالمكان يمكن صار له اكثر من 115 سنة ويعتبر فوتد اضبط مكان للسهر بهالمنطقة تحديدا، وهو اقدم سالون بساوثرن نيفادا محل ما احنا موجودين هلا. المهم موضوعنا الخبرية بتخبركم اياها انه هذا المكان في له قصة خاصة بالمشاهير. شو القصة اللي خاصة بالمشاهير يا جماعة؟ احد المشاهير هي طالعة بطيارتها بتنتقل من ستيت لستيت، توقع الطيارة بمحل بعيد عن هون تقريبا حوالي 20 كيلومتر. فممثل الشهير كلارك جيبل احد اهم مشاهير العصر الذهبي بهوليوود اجا قضى من هون اكثر من 10 ل 15 يوم بس ناطر تيسمع خبر، لانه مكان الحادث بعيد عن هون قلنا لكم 20 كيلو ما في شيء على كل الطريق. فحتى بقول لك انه اثار السيجار تبعه بعدها موجوده على البار جوا. قلنا عم ناخذكم بجوله داخل المدينه كود سبرينغز، بس حتى هيك بجوله عم بتطلع انه بيوت عاديه جدا، ما في غير فكره انه الصالون باينير سالون والفيل هوتيل وفقط، ما تبقى عبارة عن مدينة عادية قليلة السكان خلينا نقول. فحنوقف جولتنا هون طبعا نضيع وقت أكثر ونروح ناخدكم على مكان له علاقة بأقوى السفاحين بأمريكا. معلومة إضافية خبركم يعني الشخص اللي بنى الباينير سالون اللي كنا فيها هلا وبنى أساسه المدينة كلها اللي موجودة هون توفى ب خلينا نقول شيء مثل الكوفيد، صاب العالم كله بسنة 1918. على فكرة في كتير ناس ما بتعرف انه الكوفيد منه ابدا اول وباء بيضرب العالم، شبيه بالانفلونزا وكتير ناس بتموت من وراه. كمان 1918 صار نفس القصة ومات كمان عدد كبير من الاشخاص من وراء هذا الوباء، منه كان مؤسس المدينة حتى كنا فيها. هلا هون في السيمتري حاطين انتر ات يور اون ريسك مقبرة، بس صراحة أنا مني من هواة الناس اللي بحبوا يعملوا سياحة بمقابر احتراما لحرمة الموتى. موتى وزومبيز وأشباح للحلقة. يلا بنكمل الجولة، ننزل عليها سفاحين بعد. طيب يا جماعة بالرحلة تبعنا اليوم كمان من المخطط إنه نوصل على ثلاث مطارات مهجورة أو بسموها هني Airplane Boneyards، هي مطارات مهجورة كلياً فيها بس طائرة اليوم كله هج مهجور وأشباح وزومبيز وسفاحين مهم. بيكون طائرات لما تطلع من الخدمة بيحطوها بمكان، وأريزونا ونيفادا يعني مليانين من هذه الفيلدز أو الأراضي الواسعة اللي عم نحط فيها هالطائرات اللي طلعت من الخدمة ويتم إتلافها، يعني نوع من الريسايكل أو نوع من الجنك ياردز لجمعات السيارات، بس في منها هي ذاتها لموضوع الطيارات. هلا في ثلاث مطارات عندنا اليوم على لائحة الشوبينج خلينا نقول، عندنا كينغزمان ايربورت وعندنا الموهافي ايربورت بونيورز اكشلي، والحقيقة مش ايربورت بس هني اكتف. شو يعني اكتف؟ يعني في منهم عسكريين لا يزال شغالين لليوم بالتالي ممنوع التصوير، وفي منهم مطارات عم تشتغل لتاريخ اليوم كمان بالتالي ممنوع التصوير. رح نجرب ممنوع عندكم، انا ضمن التريب تبعك لازم يكون في عندك هدول الوقفات. ثالث مطار منه موجود على طريقنا هلا، انما احنا مشوارنا مكمل ومقسوم على اكثر من فيديو، كاملين على الناسكار بكره بعد بكره بس نخلص مرة السيما. يعني مرة السيما عنده فيديو، والسيتي 5 في عنده فيديو، وسفر وسيارات سياحه وسيارات
كمان فيديو والناسكار ما حنعمل لكم فيديو لانه ما في فيديو سابق عن تجربتنا على الناسكار. روح دوروا على اليوتيوب انه التغطيه طبعا رح تكون على الانستغرام تبعي الحال. احنا متجهين من لاس فيغاس على فينيكس كرمال نحضر الناسكار. رح يكون في عنا وقفه هناك على مطار الثالث اذا الوقت سمح واذا قدرنا فتنا صورنا بالمطارات لانه مجددا ممنوع التصوير للاسف يا جماعه. ما قدرنا صورنا لكم المطارات انما التجربه حلوه. في تور فور بابليك اوكي للعموم ممكن تقدر تعملها انما بدك تعرف التوقيت تبعها لانه مثلا باحد المطارات اللي زرناها كان بس ثالث سبت من الشهر فقط بيعملوا تور للعامة. طبعا بقايا كان فيهم ميوزيومز وهيكم ما في داعي احط لكم اياهم على الفيديو طبعا ضيع لكم الوقت ونطول لكم الفيديو على الفاضي. انما زياره لابد منها لهالاماكن اذا انت عم تعمل تور وحابب تعمل رود تريب وبتحب الطيران. طريق في حدا المكان اللي رايحين عليه اسمه ما بعرف هيك اللفظ صراحة ZZYZX هيك اسمه مينرال سبرينكس. شو الفكرة يا جماعة؟ المكان على فكرة حاطين هن انه اذا المكان بعد مغيب الشمس مش مفروض تفوت لهون. بحسسوك الرعب بكل معنى الكلمة بحسسوك بإيه يعني خلص بحس انه لا في شيء خطير. على كل حال لوحدي على الطريق بتمتع بطرقات حلوة بس نخلي عيوننا 10/10 لأنه لا في خطوط على الطريق ومش معروف إذا خط واحد ولا خطين وفي شيء قطع هلا قدامنا فما بتعرف شو ممكن. ما بدك أبدا أبدا ما بدك تقطعك السيارة أو يصير معك حادث لا سمح الله بهالمكان احنا موجودين فيه. ليش؟ لأنه في قصة سفاح كان يقول للناس إنه تعوا يا جماعة نحن عنا هون مينرال سبرينكس يعني مياه طبيعيه خارج انكم تعملوا فيها ريزورت وسبا وبس يوصل لهون المفاجاه هيك بتكون. طيب نحن عم نتمتع بهالطرقات الرائعه لازم نخبركم ليش هيدي الطريق اسمها هيك ليش اسمها ZZYZX. شو الفكره منها؟ الفكره منها انه هيدا الاسم هو الاسم المتعارف عليه بالحقيقه. لما تحكي مع السلطات الرسمية بيقول لك الاسم مش موجود على الخريطة انما في ساين موجودة بتقول لك انه هاي الطريق اسمها هيك انه صار الاسم المتعارف عليه. اللي صار انه بالاربعينات قرروا يسموا هاي الطريق هيك انه هيك بدنا نسمي هاي الطريق وسموها هذا الاسم لانه بيعتبروا انه هو دي اخر احرف الابجدية طبعا عم بحكي باللغة الانجليزية بالتالي هاي دي يعني اخر طريق end of the journey او حتى end of health. ليش غسل الصحة بالموضوع حنحكي بس نوصل. على فكرة ولاية نيفادا كمان معروفة بموضوع المخلوقات الفضائية اريا 51 وغيرها من الأمور والظواهر الغير طبيعية أو الظواهر غير الطبيعية اللي بتبين بهالمنطقة بالذات. ليش هيك بيصير بالأفلام وليش هيك بس المناطق بتصير بس بنيفادا ما عندي فكرة. إنما بدي أخبركم إيه إنه جربت الجزء من هالحلقة اللي مليئة بالغموض جربت حط اريا 51 او منطقة 51 على الجوجل مابس تشوف وين هي تنروح نعمل لها زيارة وصدقوني كل ما حطها تختفي جوجل مابس يعني شو هالسر الغريب المحيط. على فكرة هي المنطقة موجودة فعليا وبحيط عدد كتير كبير من الغموض لانه هي كمان منطقة عسكرية مغلقة وما حدا بيعرف وين مزبوط اللوكيشن. هلا في كتير نظريات في كتير ناس راحت وشافت وحكيت فبدنا رايكم بالتعليقات موضوع اريا 51. بدكم نعمل لكم حلقه زياره بنيفادا على اماكن ظهور الصحون الطائره او ما يسمى بالصحون الطائره والمخلوقات الفضائيه بدنا رايكم. تصحيحا للمعلومه ما في سفاح تمام انما في اكبر خلينا نقول كذاب ومخادع في العالم قدر خدع العالم كله. شايفين الأراضي اللي عم نمشي فيها هون مناظر رائعة جدا. هيدي كلها اشتراها شخص معين بعد ما تحول طبعا لغوست تاون وفيها شيء اسمه سودا سبرينكس أو سودا ليك. حتى سودا ليك هذا الشيء الأبيض اللي عم نشوفه على جوانب الطريق فكرتها منه أنه كان ياخد المياه اللي موجودة هون بالسودا اللي هي مياه عادية جدا
غنية بالمينرالز أو بالمعدنيات، ويبيعون على أساس إنه هن علاج للناس. شو قلتلكم سفاح، لأن في كتير ناس فكرت إنه هذا الشيء ممكن يشفيهم أمراض، وطبعاً هذا الشيء ما إنه حقيقي. فالمهم كلنا بنحب قصص السفاحين. واصلين هلأ على المينرال سبرينجز. فكرة منه إنه هذا زلمة بقى من سنة 1944 عملها عقود يبيع هذه المياه على أساس إنه هي مياه شافية، هي بالحقيقة ما كانت. لحد ما عشت الدولة قلت لحظة رئيس، أنت ما فيك تعمل هيك. هو المنظر رائع جدا، لك المدخل تبع السبا. مهم، ما فيك تعمل هيك أبدا، أمورك تنتهي هون. هلأ اللي صار إنه هو كان يقول للناس تعالوا لعندي على الريزورت، شوفوا الريزورت شو حلو، وأنا بطلعكم ب ينابيع مياه دافئة بترجع لكم شبابكم. يعني شوفوا لوين راح الزلمة فيها، وبيعتبر حاله هو من أشخاص المبدعين بعالم الطب. بالحقيقة هو شو كان عم يعمل، وهون الضحك بالموضوع، اللي كان عم يعمله الزلمة إنه عم بحط مثل فكرة البويلر تبع المي ليدفي المي، يحطها كلها موجودة تحت، ويقول للناس انزلوا هيدا المياه دافئة طبيعيا وعندها قوة شفائية مخيفة. هو بالحقيقة عبارة عن مي مسخنة، وخلصت خبرية هون. طيب يا جماعة، وصلنا على المكان اللي فيه المينرال سبرينجز. ممنوع الدخول. ليش؟ ما بعرف. شكله الزلمة سنة 1944 كان معه حق انه المياه اللي موجودة هون مانا مياه عادية. ليش في ابحاث على مياه طبيعية؟ بترك عندكم السؤال والجواب. مش شوي تحرك شيء بالبط، يعني مش انه شيء بالمياه، اعطانا هيك نقزة صغيرة. انما ليش؟ لان احنا موجودين بمكان بس مع الرواق، ما في صوت، ما في صوت ابدا ابدا، ولا شيء ولا مخلوق. اقرب شيء للحضارة بعيد عندي من هون 100 كيلو، يعني الموضوع منه هين ابدا. وهذا المكان رائع جدا. بعتقد انه الحلقة كانت مختلفة شوي، بلشنا بمدينة اشباح، رحنا على اكتر موقع بيناتها للسالون اللي بيحكي قصة كلارك جيبل كيف توفيت مرته، وكمان اكبر خديعة، اكبر خديعة بالتاريخ الطبي العالمي صارت بالمكان احنا موجودين فيه هون. ما بعرف اذا خديعة ولا هو كان معه حق ولا شو اللي صاير بالضبط. دائما في هول قصص الكفر اب ستوريز، يعني القصص اللي بيخبوها، والتاريخ الامريكي مليء فيها. دائما بنجرب نعملكم حلقه مختلفه بسياحه وسيارات، وكل مره بنجرب نعطيكم تجربه مختلفه بين فنادق بتصفيها سيارتك، بين طرقات رائعه مثل الروتر اللي عملناه على فوق. بعرف انه بالتعليقات حتقلي ولو نيفادا واريزونا ولاس فيغاس ولوس انجلوس ما عملت روت 66، بهذه الرحله ما عملت روت 66، انما في عندي فيديو، اثنين فيديو طوال، انا عامل هيك كرمال الشمس، اثنين فيديو طوال قد ما بدك فيهم كل تفاصيل روت 66، وقت ما تطلع من سانتا مونيكا بير لحد ما توصل على لاس فيغاس مرورا بهوفر دام اللي هو ما قدروا عليها بروت 66، انما لازم ينعمل، موجودين بفيديو تفصيلي، فيديوين تفصيليين. اول ماكدونالدز، مدينه الكاوي اللي بحب الكاوي، صار فيه مواجهه بالسلاح بين اثنين كاوي بقلب المدينه. يعني الفيديو اثنين فيديو اكثر من رائعين. عم جرب نجيب لكم رود تريبس بيناتها اماكن مثلا مثل هالمكان، تقعد تعمل ريلاكس فيه حلو، بين المكان اللي كنا فيه كمان رائع جدا انك تقعد وتاخذ بريك، مدينه الاشباح وغيرها من الاماكن. يعني حلقه انا بعتبر كانت مختلفه رائعه جدا. هلا وقت نرجع سيارتنا كادلك 65V ونرجع على لاس فيغاس، لانه مشوارنا ما خلص بعد بامريكا، انما الحلقه تنتهي هون.